أيها الإخوة، هنالك كثيرون يحاولون أن يوجهوا من ألسنتهم سهاما مسمومة إلى كتاب الله عز وجل، ووالله الذي لا إله إلا هو، حركة هؤلاء الناس في هذا الذي يفعلون كحركة المذبوحة، حركة عشوائية. الفقهاء بيقولوا إنه الحيوان عم يتحرك حركة مذبوح، شو الفرق بين الحركة المذبوح والحركة العادية؟ حركة الحيوان الإرادي عندما يتحرك بإرادته يتجه إلى ذلك المكان ليشرب، يتجه إلى ذلك المكان ليأكل، يفر من هنا لهناك من أجل الابتعاد عن خطر، هذه اسمها حركة إرادية. الحركة المذبوح عندما يذبح الحيوان ويترك يتقلب ويتحرك، لكنها حركة عشوائية ليست هادفة. هؤلاء الذين يتهجمون على كتاب الله إن في الأقنية الفضائية أو في، والله إنهم ليتحركون في ذلك حركة مذبوحة، يعلمون أنهم لا يصيبون هدفا، ولكنهم يرون الإسلام الذي ينتشر في أذهان الناس كما تنتشر الشمس عند شروقها وكما تمتد أشعتها ذات اليمين وذات الشمال. نعم.